السلام عليكم ومرحبا بكم شي جديد مشيوات ام انس اليوم جيت أجبت لكم هذه الوجبه السريعه التحضير كوجبه عشاء او كوجبه غداء اقتراح بسيط وبنين بزاف كيحمقوا عليها الاطفال الصغار مكرونه بطريقه مميزه طريقه بنينه بزاف ماشي بحال الطريقه اللي كنعملوها دائما فتبعوا ان شاء الله الفيديو وتشوفوا القص ديالي فكتجي رائعه ولا اروع بغيتو تعرفوا الطريقه فما عليكم الا تبعوا الفيديو من الاول حتى النهايه وما تبخلوش هي طبعا باللايكات ديالكم والتعليقات ديالكم اللي كتحفزني نزيد القدام ونستمر القدام وما بقالي غير نقول لكم ان شاء الله مع الفيديو المقادير وكنتمنى لكم كيف ما العاده فرجه ممتعه فبالنسبه للمقادير غتكون ان شاء الله مقادير بسيطه كيف ما كتشوفوا عندي هنايا ربع كيلو من الكفته اي اللحم المفروم أه بغيتو طبعا تستغناو عليها تستغناو عليها تعملوا اكله نباتيه فقط بالخضر او لا كتعملو لا داند او لا صدر الدجاج الاختيار كيبقى لكم بالنسبه للي عملت انا سبعه الفصوص ديال التوم فانا ما البصل فكتجي بنينه بنينه بزاف بدون بصل عندي زيت نباتيه عندي ثلاث حبات من الطماطم عندي القزبر تقدروا تستعملوا كذلك معكنوس وعندي واحد المربع ديال الجبن اللي غادي نحكو ان شاء الله في مقلاة مقلاة تكون غرقة او لا طنجره غادي نعمل زيت نباتيه وغادي نعمل فيها مباشره الكفته هي اللحم المفروم

طبعا الكميه كتبقى كميه اختياريه آه كذلك تقدروا الا ما كانش كيعجبكم الثوم فكذلك تقدروا تستعملوا البصل يعني حبه كبيره من البصل ولا كانوا الحبات صغار فكتستعملوا حبتين من البصل اولا كتقدروا كذلك تعملوا مزيج ما بين البصل والثومه آه فصراحه آه سبق لي جربتها بالبصل والثوم فاذا عملتوها بالثومه فقط كتجي ولا اروع واحد المذاق رهيب جدا اذا لاحظتوا معايا شبرت جوج ديال الشوكات يعني جوج ديال الفرشيطات اللحم المفروم ديالي هكذا باش يكون عندي قطع صغيره يعني اه ما تكونش عندي قطعه واحده كبيره وصافي اه غادي اه نعمل القليل من الملح الملح طبعا اللي غادي تبلي فيها الكل يعني كذلك غنضرب الحساب لي بالنسبه لي بات معايا باش تشوفوا الطريقه طريقه اه عمليه بلا ما نطيبوهم لا في الماء المغلي ولا حاجه مباشره وكيجي كيجي البنه ديالهم رائعين يعني اه ساهلين وبلا قوة التمارة والخدمة أه فتحت الثلاجة النبيرة ديالي وجبرت فيها قطعتين من البابريكا اللي أه نصف نصف قلت علاش لا حتى هي غادي تنفعني وكتعطيها المذاق كذلك في المكرونة مطاق مميز جدا كانت عندكم فبالامكان ديالكم تستعملوها لكن ماشي ضرورية في الوصفة فقط الا كان عندكم تواجد مثلا فلفلة وحدة مثلا خضراء ماشي ضروري يعني لونين فانا كان عندي مقطع في الثلاجة كيف ما سبق لي قلت كانت عندي الفلفلة نصف فلفلة خضراء عفوا نصف فلفلة حمراء ونصف اصفر قلت علاش لا نستعملها قطعتها كيف ما كتشوفوا الى قطع او مربعات صغيره وغادي نخليها تشحر جيدا حتى كتولي مدباله صافي كيف ما كتشوفوا انا ما عملت لا توابل لا فقط الكفته مع الملح والثوم وكذلك البابريكا من بعد ما دبلت لي الفلفله ديالي غادي نجيب ديك القطع ديال الطماطم نتوما من الاحسن اختاروا الطماطم اللي كتكون طماطم ما تكونش قاصحه تكون شويه طايبه غادي نحكها هيدا في الحكاكه يعني غادي نحتاج فقط اللب ديالها ثم بالامكان ديالكم تقطعوها الى مربعات صغيره وبالامكان ديالكم اللي كيعجبها القشر ديال الطماطم كتقطعوها هيداك يعني بالقشور يعني بالقشر, يعني بالقشر ديالها الى مربعات صغيره فهي طبعا ملي كتشحر فكل شيء كيتلف وكل شيء كيطيب صافي غادي نخليكم ان شاء الله مع الصور اه صافي كيف ما كتشوفوا معايا مباشره ملي حكيت الطماطم ديالي شوفوا معايا كاش كتولي حالسه هاد الاله هي او هاد الحكاكه فمباشره غادي نمشي نغسلها ديريكت بالماء والصابون شكون اللي في حالي تعلق لي في التعليقات نتا لانه الا تسنيتو عليها حتى تسال الماكله وتطيب الماكله فكيولي ديك شي قاصح عليها وراه ما تحكو فانا في سبحان الله طبيعه المهم هذه كملاحظه فقط واش تنتوما في يعني انا غير كنحك البصله ولا ولا كنحك فيها طماطم ديريكت من بابو كنغسلها فصافي كيف نزيد نقطع ديك الربيع قطعته انا فقط باليد الى قطع صغيره ملعقه صغيره او نصف ملعقه من اليبزار الابيض الفلفل الابيض ثم تقدروا تستعملوا كذلك الفلفل الاسود ملعقه صغيره مملوءه جيدا من البابريكا الحمراء اي التحميرة نصف ملعقة من الخركم أي الكركم و البنين في هذه الوصفة أو السر ديال هذه الخلطة كنضيف نصف ملعقة فقط من الكامون آه هذا فقط الى كنت استعملت البابريكا آه غادي نضيف ملعقه صغيره من الزنجبيل وكذلك البازيليكوم يعني الحبق اللي كيكون عندي يابس اللي كان عندكم مثلا آه الحبق ديك الوريقات خضار طازجين فبالامكان ديالكم تستعملوا الحبق طازج آه سميتو باللغه الالمانيه البازيليكوم فغادي نحك واحد الحكه خفيفه وظريفه ما بين الراحه ديال اليدين ديالي وصافي غادي نخلط واحد شويه وغادي نضيف طبعا الماء الكافي اللي غادي طيب لي فيها المكرونه اياه فبالنسبه لي انا لي بات ديالي او المكرونه مغنت غنطيبها في قدر اه يعني اكسترا فغادي نطيب الكل اه مع بعض آه مننا كتشرب اه المذاق وكتشرب لي ديك التوابل كيجي واحد المذاق رائع ولا اروع يعني حاجه اه يعني اه مغايره على اللي كنعملو دائما الا لاحظتوا زدت ملعقه كبيره من الطماطم المركزه بالنسبه للي انا استعملت البلوك ديريكت من المجمد كتكون دائما عندي في المجمد باش ما كتخسرليش وكنقطع منها قطع هذه هي كذلك كفكره باش اه باش ما تبقاش تخسر لكم في الثلاجه وتغمل معاكم آه غادي نشبر ديك البلوك اللي عندي آه شويه كان عندي مجمد ديال آه الجبن ديال الموتزاريلا كنحكو حتى كيولي لي هكذا يعني مبشور وغادي نتسنى ان شاء الله حتى النهايه وتشوفوا معايا الطريقه ديال الاضافه ديالو فبالنسبه مي كتشبر في الغاليه في الطنجره ديالكم اولا في المقلات انا بالنسبه لي لسه استعملت مقلات غارقه كتاكدوا بانه مطيشه ديالكم طابت وكذلك البابريكا ديالكم طابت على حق وطريقه طبعا كيبقى فيها المرق الكافي كيف ما كتشوفوا مرق يعني كثير ووفير فاش غادي تبنى طبعا لي ديالنا بالنسبه لي لي انا هانتوما هذا هو القوام ديالها ما يكونش فيها الماء بزاف وما يكونش عاوتاني تكون خاطره لانه الا كانت خاطره فلي ديالكم طبعا غيحتاجوا كميه اخرى من الماء لذلك استعملوا الكميه المهمه اللي غادي تطيب لكم فيها لي ديالكم مباشره صافي واحد الملاحظه اخرى فانا غادي نستعمل هادو هما اللي ملويين نتوما تقدروا كذلك تستعملوا سباغيتي اي نوع ديال المعجنات اللي كان عندكم توفر في الدار ملاحظة اللي ضرورية ومهمة جدا خاصة المتتبعات الجدد اللي يكون ما عندهمش خبرة في الطياب ضروري مي كتزيدوا لي او المعجنات كيف ما كانت النوع ديالها ضروري ما كتنقصوا على الموقد اي البوطه او العافيه على نار مهيله ودائما مع التحريك ماشي مع التحريك المستمر وانما كل مره آه كترجعوا لا وتحركوها لانه آه كتلتصق معكم شيئا ما لذلك ودني منكم <applause> انا نباتكم ما كنضحك معكم ما تجيوش تقولوا لي راه لصقات معنا فراها ضروري ما تلصق معكم الا سمحتوا فيها ضروري مع التحريك كل مره مره كترجعوا لأ ما كتلصقش معكم نهائيا فصافي كيف ما كتشوفوا لا تمريقه خاطره فصافي دابا غادي نجيب واحد المول اللي غادي ندخله ان شاء الله كيكون صالح يعني قابل للفرن غادي نستعمل انا هذا المول هو كتستعملوا اي مول كان عندكم زجاجي او لا اي صينيه مدوره او لا مربعه غادي نكب فيها هاد لي بات ها هما والرائحه طالعه يا سلام ديال بابريكا وكذلك الكفته وواحد المزيج واحد الخليط ما بين التوم آه يعني واحد التوابل واحد الخلطه رهيبه جدا غير استعملوها وردوا عليا جربوها ان شاء الله وغادي تعجبكم بزاف غادي تدعيو معايا آه خاصه الاطفال الصغار اللي ما كياكلوش الخضر فبالامكان ديالكم كذلك كفكره ان الناس آه اللي عندهم العود الصغار والاطفال الصغار اللي ما يأكلوش الخضر تقدروا تعملوا فيها كذلك الجزر المبشور اولا آه القرع الاخضر المبشور يعني هكذا ما كييعقوش بها مباشره من بعد ما مديك الكميه ديال آه ديال لي بات في المول فغادي نجيب مباشره آه الجبن ديالي وغادي نفرقه او غادي نوزعه على الوجه دياله نتوما تقدروا تعملوا طبقتين كتعملوا نص مثلا ديال لي بات وكتعملوا القليل من الجبن في الوسط والتباقي ديال الجبن كتعملوها في الطبقه الثانيه بالنسبه لي, لي انا فهذه هي طريقتي المعتمده ديال دائما كتجيني سهله وسريعه طبعا وعمليه كنكب الكل مع بعض يعني في كل في دقه واحده وكنعمل واحد الطبقه ديال الجبن اللي كتكون طبقه مهمه من فوق كتعطيها واحد اللذه واحد البنه رائعه واحد القرمشه واحد التعليكه آه فاش غنقول آه بالنسبه للفرن فبزاف ديال المتتبعات ملي كنعمل هاد لي غراتان ديال لي بات يقولوا لي شحال غادي دوزنا في الفرن فاحبائي اعزائي أيوة الكرام فالبلا ديالنا او المعجنات ديالنا راه طايبين غادي ندخلوهم فقط لمده عشر دقائق لا غير غير كتحمرنا الجبن وكيدوب من فوق وكنجبدوها بالصحه والراحه فلون ذهبي مذاق يا سلام الريحه طالعه كتحمق شنقول لكم يعني غير جربوها هيدا مع واحد السلطه او مقبلات فكتجي ولا اروع نتمنى تكون نالت الاعجاب ديالكم والاستحسان ديالكم بارطاجيو الفيديو باش تعم الفائده أه فطبق أه صيفي أه لا مثيل له كيحمق وما بقى لي خوتي الا نقول لكم تنضرب لكم الى الموعد المقبل ان شاء الله والسلام عليكم